بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم على فرانك كيسيه لاعب ميلان والكلام الكتير اللي بدا يربط انتقاله لبرشلونه، لان محدش حرفيا عارف برشلونه ايه هدفه من الميركاتو ده. هل اهدافه ان انت تروح تجيب جايا؟ هل اهدافه ان انت تروح تجيب هالاند؟ انما اهدافك تتنقل مره واحده اللعيب نص ملعب في وسط الزحمه الكتير اللي عندك في نص الملعب دلوقتي، فدي حاجه غريبه جدا. فرانك كيسيه بروفايل مختلف تماما عن كل اللعيبه الموجودين عندك، قوه بدنيه، التحامات جسديه، لعيب عنده شخصيه قويه، بيعرف كويس قوي يتحكم في رتم الملعب. بس برضو انت عندك لعيبه مفترض ان مواهب شابه، يعني انت قاعد تبيع لك كوكب كله فكره جافي وفكره بيدري وفكره فرانك ديونج بديل لبوسكيتس ونيكولاس جونزاليس، ومره واحده يلا نروح نجيب كيسيه. ليه يا عم؟ معلش السفور فري، احنا هنروح نجيبه صفقه مجانيه. هو الولد كان عايز 7 مليون من ميلان، وميلان قال له مش هدفع لك انا الكلام ده. برشلونه يقال ان العرض الاول اللي اتبعت لفرانك كيسيه كان 6.5 مليون، 6 مليون ونص مقابل الانتقال لبرشلونه. 6 مليون ونص دي راتب لفرانك كيسيه، مش عرض لميلان، لان اللاعب عقده خلص. برشلونه شغال في جو الفري، ابو بلاش كتر منه يا باشا بالصلاه على النبي، محتاج مش محتاج كتر منه. بس انا دلوقتي عايز افهم الناس اللي بتتكلم بجديه على حته ان انت هتجيب فرانك كيسيه علشان يكون الخليفه الشرعي لسيرجيو بوسكيتس. امال احنا بقالنا سنتين بنعافر في ايه مع فرانك ديونج؟ احنا بقالنا سنتين بنلزق ديونج في اماكن علشان خاطر لما بوسكيتس يبطل كره هنيه هيلعب مكانه اللي هو مركزه الرئيسي. والا تكونش انت عايز تبيع فرانك ديونج وتجيب مكانه فرانك كيسيه؟ وقتها مش هختلف معاك قوي بصراحه، لان فرانكي ديونج بدا ان هو يلمع نجم في الفتره الاخيره. بس قبل كده فرانكي ديونج كان بيعاني معاناه كبيره. الفرقه كلها كانت بتعاني معاناه كبيره، بس معاناه فرانكي ديونج كانت اكتر بكتير جدا، لان ديونج كان بيلعب في اماكن غير الاماكن اللي هو بيجيد فيها. هو بيجيد في مكان واحد بس، مركز 6، الخروج بالكوره، تسليم من رجل لرجل، بيعرف يطلع بالكوره من تحت ضغط كبير من الخصوم. انما فكره انك تطلب مني ادوار هجوميه مش بتاعتي. دلوقتي لو كلمنا على اللاعب برضو اللي ممكن يكون ضحية لفرانك كيسيه في برشلونة، فهو بابلو جافي. بابلو جافي اللي اغلب الوقت بيلعب ناحية الشمال علشان خاطر الاربعة تلاتة تلاتة بتاع برشلونة بيكون فيها موجود هو ناحية الشمال، بعد ما بيدر دلوقتي موجود ناحية اليمين وموجود بوسكيتس او موجود فرانك ديونج. دلوقتي فرانك كيسيه بيلعب في مكانين في ميلان، بيلعب مركز 6 وبيلعب مركز 8، مترحل ناحية الشمال في 4-3-3 لو بيقول لي لعب 4-3-3، لو بيقول لي لعب 4-2-3-1. فدايما بنلاقي ان فرانك كيسيه موجود ناحية الشمال جنب ساندرو تونالي، او بيكون تبديل لاسماعيل بن ناصر. فهل انت قررت فعلا انك تضحي ببابلو جافي، او هل انت هتجيب فرانك كيسيه لمجرد بس انك تحرم ريال مدريد من صفقه هو عايزها؟ هي في كل الاحوال فرانك كيسيه صفقه مفيده لبرشلونه ان تمت، وانا بصراحه بتمنى ان هي تتم، علشان نفسي اشوف لعيب بروفايل فرانك كيسيه موجود في برشلونه. نفسي اشوف لعيب بيعرف ياخد الالتحامات البدنيه والجسمانيه. نفسي اشوف انا الحاجات دي، نفسي اشوف لعيب قوي في نص الملعب. انما جو اللعيبه الفرافير دول ما بيقدموا لك كره حلوه، بس في اي التحامات ما بيعرفوش ياخدوها. ففرانك كيسيه بصراحه نفسي اشوف البروفايل ده ببرشلونه. لو انت عجبك الفيديو اعمل لايك، لو مش عايز تشوف فرانك كيسيه ببرشلونه فرايك واحترم، وانسى فكره هالاند لان الموضوع منتهي تماما.